فترة الانتظار كانت بزاف ستريس وكاع، قعدت نبكي قبيلة. مي ننصح الباك 2025، ننصح كاع التلاميذ يبدو من بداية العام. ديت 15-37، كنت نقرا في معدل 14 لقيت 15-37، الحمد لله يا رب. هي أولا ليق التلميذ يبدا من سبتمبر، ليق يدرس فصل الأول فصل الثاني فصل الثالث، كيشوف روحه دا المعدل ثلاثة راح ينجح باين. الحمد لله هذا الفضل يعود للوالدين والتوفيق من عند ربي، احنا زيرنا روحنا ودرنا اللي علينا والله يخلف شغل فرحنا غير والدينا، غير فرحتهم هذيك هي شغل المهمة. أنا الأب تاع البنت اللي كلاست الأولى بمعدل 18-58، حقيقة كنتمنى أكثر من هاك ولكن الحمد لله هذه النتيجة كانت ممتازة.